السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الفيديو مثل ما اتفقنا في الموسم اللي فات ان راح نخصص سلسلة فيديوهات حق موضوع فن البونزاي او زراعة بطريقة البونزاي. انا ما كنت في الاساس حاب ان اتكلم في هالموضوع، ولكن اضطريت ان اتكلم فيه، او حسيت ان انا مضطر ان اتكلم فيه بسبب اللي وجدته في القنوات الثانية للأسف، أو بعض القنوات العربية خلنا نقول، من المفاهيم المغلوطة والأساليب اللي مطروحة في الفيديوهات القنوات هذه. طبعاً أنا ما أقول الكل، ولكن اللي وجدته أن في فيديوهات محصلة متابعة كثيرة أو مشاهدات كثيرة. أنا ما انتقص من هاي القنوات من ناحية خبرة أو معلومات، ولكن في هذا الموضوع للأسف اللي وجدت أن هذه معلومات خاطئة، فيها نوعا ما استخفاف للموضوع نوعا ما. راح تفهمون قصدي مع تدرج السلسلة إن شاء الله. فهذه راح يكون أول فيديو في السلسلة، راح مجرد أن نتعرف على بعض المعلومات الأساسية. أساس فن البونزاي أو البونزاي نفسه، الأصل المتفق عليه لهذه الفن أو البونزاي نفسه يعتبر من الصين، من دولة الصين، وبعدها انتقل إلى اليابان وتطور كفن أكثر في اليابان، ولكن تعود أصوله إلى الصين. وفي صور قديمة يعني لتدل على وجود فن البونزاي في الصين، وراح تشوفون بعض الصور اللي تبين هذا التاريخ القديم. طبعا في دلائل قوية ان في الحضارة البابلية ايضا كان في نباتات مزروعة في اناء او في اصيص نوعا ما، فهذه ايضا موجود. ولكن احنا كفن البونزاي نفسه خلنا نقول العالم متقبل ان الأصل كان من الصين في الأساس. ففي الأساس خلنا نقول شنو هو البونزاي، ما هو البونزاي. في البعض يعرف البونزاي كنوع من الفن الآسيوي، الشرق آسيوي. في البعض يعتبره نوعا ما شيء روحاني، أو في نوعا ما تهذيب للنفس فيعتبر شيء روحاني. في ناس تعتبره صورة نوعا ما من صور البستنة أو الزراعة، أو صورة نوعا ما، ما أقول مضطرفة، ولكن يعني جذرية خلنا نقول. وفي البعض يعتبرها مجرد هواية. كل هذه التعريفات تنطبق على البونزاي، لأن أصول البونزاي لو بحثنا فيها وقرينا فيها راح نجد أن في تداخل ديني بين مفاهيم البوذية، الزن بوذيزم، يعني التأمل وكذا، داخلة في تطور هذه الفن كالفن اللي احنا نشوفه اليوم. ففي جزء روحاني بالنسبة لهذا الفن، وهو فعلا نوع من الزراعة، وفي من البستنة، وفي من الهواية أيضا. فهذه العناصر كلها داخلة في البونزاي نفسه. فاللي وجدت أنا أنه في القنوات هذه اللي ذكرتها لكم، ان مجرد ناخذ نبته نشيلها من اصيصها شوي، نقلل من التربه، نقلل من الاعلى، ونحطها في اصيص شوي اصغر، ونقول هذه بونزاي. هل هي مجرد شجره ناخذها ونحطها في اصيص صغير ونقول هذه بونزاي؟ الجواب لو حبيت اجاوب بشكل مبسط جدا، لا. في البونزاي نفسه تدخل في نوع من الفن، والفن حتى لو كان فن وفي نسبية، في له أصول، في له مبادئ، في له أسس. يعني اللي حتى اللي يرسم أو يلون، يرسم لوحات أو كذا، لازم يتعلم أساسيات، وإلا راح يعني ما راح يفهم الفن نفسه. الفن لا قواعد، أي فن لا قواعد ولا أسس. البونزاي نفسه داخل فيه جزء من التصميم أو الديزاين، لأن أنت الفنان يشكل أو يصور الشجرة أو يشكلها بشكل أنها تكون بتصميم معين أو بشكل معين، ففي جزء من التشكيل والتصميم داخل فيها أيضا. في فن البونزاي جانب كبير من جانب الثقافة،
من الثقافه الصينيه الثقافه اليابانيه. وحتى لو نلاحظ في فرق بين البونزاي الصيني والبونزاي الياباني، وفي ايضا في بونزاي في تايلاند مختلف، كلهم مختلفين جدا عن بعض من ناحيه مفاهيم، من ناحيه اشكال، من ناحيه تصاميم، من ناحيه امور كثيره، لان الثقافه تدخل فيها. فالفن ايضا مثل اي فن الثقافه تدخل فيه. مثل ما ذكرت الدين او الديانه ايضا داخله في البونزاي. مثل ما ذكرت الزن بوذيزم او البوذيه، شق من البوذيه يعني نوع من انواع البوذيه، لا تاثير كبير على البونزاي نفسه. ففي الهدوء والتامل والروحانيه في الموضوع، ففي جانب روحاني داخل في الموضوع بالنسبه كفن، ففي مفاهيم روحانيه داخله في الموضوع ايضا. جانب اخر ايضا داخل في البونزاي اللي هو الحرفه او الاحترافيه، مثل اي صاحب حرفه كل واحد له لمسته، كل واحد له مستوى من الحرفيه اللي عنده في هذه الفن او في هذه الصنعه. ففي جزء كبير من الحرفيه داخل في الموضوع، وراح اتكلم عن هذه النقطه بالتفصيل في شيء انه لازم اوضحه لكم. مثل ما قلت انا شخصيا مو متدرب او دارس الموضوع كما يجب ان يدرس او يدرب، لان طريقه التعليم او الشخص طريقه ان الشخص يحترف البونزاي انه هو او هي تطلب من ما يسمى بماستر او استاذ في اليابان انه تتلمذ على يده، او الشخص دي يتلمذ على يده فيروح يعيش هناك ويتدرب تحت الاستاذ هذه او الماستر سنين قبل لا يقدر يبتدي انه حتى يبتدي يشتغل على الاشجار. في البدايه مجرد يطالع، يعطونا اشغال، يروي، ينظف، يسوي اشغال بسيطه، يبتدي بس يعني يبتدي من اول اعتبه في السلم. وهذه الانضباط اللي موجود في النظام الياباني، اللي يبي يتعلم لازم يبتدي من اول اعتبه في السلم. ما يصير انا على طول اخذ الشاره واقطع واقول بونزاي، لا ما تنفع بهذه الطريقه. انا على اساس نكون واضحين، انا ما تلقيت التعليم بهذه الطريقه، انا مارسها كهوايه، ولكن بحثت في الموضوع وقريت في الموضوع. يمكن ما زال بالنسبه لي لازم اتعلم الكثير، ولكن من اللي وجدته حبيت ان اصحح المعلومات المغلوطة اللي وجدتها في قنوات كثيرة. والجانب الأخير اللي موجود في البونزاي اللي هو الانضباط. في انضباط، في مفاهيم داخلة في البونزاي، في يعني أمور لازم نتقيد بها. مثل ما قلت أي فن له ضوابط لازم نتقيد بها. ما يصير أنا أسوي أي شيء وأقول هذه والله منظور الشخصي، أنا فن فأنا نسبياً هذه بالنسبة لي هو اللي يعجبني وأنا هذه اللي أشوفه. صح هذا اللي أنت تشوفه، بس ما يعني أنه في عالم البونزاي اللي قاعد تسويه صح ولا حتى مقبول. يعني أنا ممكن أسوي اللي أبيه، ولكن لما شخص محترف يشوف شغلي راح يضحك عليه، راح يقول هذه مهزلة اللي قاعد تسويه. مع احترام الشديد للكل، وأنا ما أدعي في نفسي أن أنا حتى عندي مستوى أن أعرض شجرة من أشجار البونزاي اللي عندي، ما أدعي هالشيء في نفسي، ولكن ما يصير أن أنا أهمش فن بهذه الثقافة، بهذه العراقة، بهذه المفاهيم العميقة، وأقول بس بكل بساطة هذه نسبي وأنا هذه ذوقي وانتهى الموضوع. ما يصير بهالطريقة، لا يعني أعتذر من الكل، يعني هذه للأسف مو مقبول. فبما أن احنا نتكلم عن البونزاي نفسه، كلمة بونزاي عبارة عن كلمتين في اللغة اليابانية، بون وساي. بون اللي هي تعتبر صحن أو إناء صغير، وساي اللي هي نبات أو نبتة مزروعة، فهي يعني لما تركب تكون نبتة في صحن أو أصيص صغير. فهذه هي باللغة اليابانية، فهي كلمتين بون ساي، مو بكلمة واحدة. فبالنسبة للبونزاي، هل نرجع ونرد لنفس السؤال، هل كل نبتة في أصيص ممكن نعتبرها بونزاي؟ عندي نبتة داخل البيت في أصيص وشكلها جميل، أو نبتة في الخارج
وشكلها جميل، هل ممكن اعتبرها بونزاي حتى لو اصيصها وكذا؟ هل ممكن اعتبرها بونزاي؟ هذا سؤال يثير نقاش طويل، لانه يعني يطول النقاش فيه، خلينا نقول في حذافير كثيره لهذا الموضوع. ولكن في فرق بين نبته انا اشتريها من مشتل وابتدي شوي اشكلها، وبين شجره صنوبر محصوده من الغابه او من 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 جبل، وفي اصيص اصنعها استاذ في الفخار، عمر الشجره 400 500 سنه، وتم تشكيلها على مد هذه السنين وتوارثوها اجيال. في فرق كبير. فجواب هذا السؤال صعب، جواب هذا السؤال صعب. فأنا بالنسبة لي هي مسألة الرحلة نفسها أو النمو مع الشجرة نفسها مع الوقت. فأنا ما أنا هدفي شخصيا مو بأن أنا أبغي أنتج شجرة أعرضها في معرض أو كذا أو تكون مثالية، لا. بالنسبة لي هي الرحلة في التدرج والتطور مع هذه النبتة أو النباتات هذه. الفرق الرئيسي بين نبتة في أصيص، نبتة عادية في أصيص، ومثل ما ذكرت هذه الشجرة اللي في 500 سنة عمرها في أصيص، اللي هو تدخل الإنسان من ناحية تشكيل، من ناحية رعاية، من ناحية تحسين، من ناحية في أمور في الطبيعة ما ممكن تصير. يعني الأشكال اللي نشوفها مثلا في الكثير، وراح نتكلم عن الأصناف اللي ممكن نستخدمها كبونزاي في الخليج. لما نشوف المعارض الدولية أو الفنانين وكذا، أكثرهم يستخدمون الصنوبر. الصنوبر بأنواع، من الصنوبر الأسود الياباني، من الصنوبر الأبيض، من الصنوبر الصيني، في أنواع كثيرة. ولكن الفرق هو تدخل الإنسان وتشكيل هذه النبتة بالشكل اللي هي فيه. الصنوبر أساساً عندنا في الخليج حاولت زرعه ينبت وبعدين مع الربيع حتى يموت، فصعب. فحسب الطبيعة نفسها، في أمور في الطبيعة لو أنا حبيت أخذ شجرة صنوبر ونفس ما هي في الطبيعة في اليابان على الجبال وكذا، ما راح أقدر أسويها هني، لأن الطبيعة اللي عندي أنا مختلفة. فهذا شيء لازم نراعيه أيضا. فإحنا شرحنا الفن من ناحية الأصول اليابانية أو الكلمة اليابانية، ولكن من ناحية الأصول الصينية اللي هي الأساس، أيضا بونزاي جاية من كلمتين أيضا في الصيني اللي هي بنت ساي، هي كلمتين أيضا، فنفس الشيء أخذت إلى اليابان بكلمتين. الأصول الموجودة أو الإثباتات الموجودة أن الفن هذه يعود إلى الصين، تعود إلى فترة السونغ بيريد أو فترة السونغ اللي هي من 960 للميلاد إلى 1279. فإحنا نتكلم عن يعني مرحلة قديمة جدا، يعني 960 للميلاد، يعني خلنا نقول 300 سنة بعد ظهور الإسلام أو شيء كذي، يعني فمرحلة قديمة جدا يعني. ففي الصين كانت هذه الهواية أو البونزاي كانت هواية الحديثين النعمة مثل ما يقولون، يعني الناس اللي كونت ثروة جديدة، يعني مو بالأثرياء يعني أبا عن جد، كاشتهرت بين هذه الفئة في الصين بالذات. طبعا في أدلة موجودة أن فن البونزاي يعود إلى القرن السادس، فإحنا نتكلم يعني ما قبل 600 للميلاد، ففي أدلة موجودة. طبعا بعدها انتقل إلى اليابان مع دخول التندوي والزن بودزم مثل ما ذكرت، فدخول بعض الديانات والمفاهيم الدينية من الصين إلى اليابان، فهذه أيضا انتقل إلى اليابان معهم. في النهاية الفكرة الأخيرة اللي أبغي أوصلها لكم، أن في الثقافة اليابانية أو اليابانيين عموما عندهم علاقة مميزة أو ترابط مميز بين الإنسان والبيئة والحديقة والنبات والدين. هذه كلها أمور متداخلة بالنسبة لهم في تشكيل الحديقة وتشكيل النبتة وتشكيل حياتهم وتشكيل أمور كثيرة. فهذه آخر فكرة من ناحية كتعريف لفن البونزاي،
وراح ان شاء الله بعد هذا الفيديو نتسلسل في امور من نغطي مواضيع كثيره ان شاء الله مثل ما ناقشناها في الانستغرام. الكثير طرح مواضيع حاب انه يعرفها في هذا الموضوع، وراح ان شاء الله نغطيها بالتدرج في فيديوهات خلال الموسم ان شاء الله. وراح يعني مستقبلا ان شاء الله راح يكون في سلسلات لبعض الشغل اللي راح نسويه مع بعض على النباتات اللي موجودة على الرف اللي وراي. هذه كلها مشاريع شغالة على البونزاي مثل ما انتم شايفين، ان حتى هي في قصيص عادي لحين ما حطيتها في قصيص بونزاي، لان للحين اشتغل عليها وهي في مرحلة غير جاهزة يعني. فأتمنى أن استفدتوا من هذا الفيديو التعريفي والأول لسلسلة البونزاي، واللي عنده أي سؤال أو أي استفسار ممكن يتركه في قسم التعليقات وراح أحاول أجاوب أسئلتكم بأسرع وقت ممكن. راح أحط لكم أيضا رابط لبعض القنوات الأجنبية اللي ما عنده مشكلة في اللغة الإنجليزية يشوفها ويشوف الأساليب اللي الغير قاعد يتبعها في هذا الفن، وإن شاء الله أشوفكم في الفيديو الجاي. في أمان الله.